السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير اخواني واخواتي جميعا. واليوم كريمة القهوة راح نجربها نشربها. هذه الكريمة القهوة اللي فيها كريمة نباتية، ما فيها اي مشتقات الالبان، ما فيها اي حليب، ما فيها اي مشتقات. هذه القهوة خالية طبعا من السكر للناس اللي يبون يحافظون على صحتهم، المهتمين في صحتهم. هذه القهوة مناسبة لهم بدون سكر، طبعا ما فيها اي نوع من انواع السكر، ولكن فيها كريمة نباتية، يعني مو كريمة حيوانية، مو فيها نسبة دهون عالية، ولا فيها مشتقات الالبان، خالية من اي مواد صناعية، وفيها الفطر الريشي، هذا الفطر الاحمر من شركة دياكسن النقي الطبيعي. هذا العشب هذا اللي يطرد السموم من الجسم ويعزز مناعة الجسم ويزيد الطاقة عند الانسان ويمنع تكوين الدهون في الدم، يساعد الناس اللي يبون ينقصون من وزنهم. كونها خالية من السكر راح تساعدهم وايد هذه القهوة، وراح تكون مناسبة لهم جدا. تجربتي اليوم قدامكم، ابي اجربها واشربها واعطيكم رايي الصراحة فيها. هذه القهوة الجميلة، خلونا نشوف عدتنا ونشوف شلون راح نجهزها. اول شيء طبعا احنا مسخنين الماء الحار ومجهزينه. هذا المغلف 14 جرام وزنه، يكفي لهذا المق الكامل، يكفي لهذا الكوب الكامل. احنا نفرغ هذا المغلف نقدر نضيف له طبعا اي نكهة ثانية او اي طعم ثاني مثل الهيل، نقدر نضيف له الهيل. انا احب مع الهيل يعني القهوتي حبات الهيل مثلا، نفتحها طبعا عشان يتغلغل الماء داخلها، نحط له حبتين هيل او كسرة دارسين نقدر نحط له، او نقدر نحط له مع حليب او اي شيء احنا نحبه ونرغبه نقدر نضيف له. نقدر نضيف له بعد زيت جوز الهند الطبيعي النقي، كذلك يعطي طعم جميل وحلو. كل ما علينا نضيف شوية ماي، بسم الله، ماي قليل شوية، بعدين بجهاز صانع الرغوة نسوي الرغوة مالتها. بسم الله، هذه الرغوة مالتنا ما شاء الله قاعد تزيد. خلينا الحين نزيد له الماي حسب رغبتنا وحسب الحجم اللي احنا نبيه، ونقول بسم الله ونشرب ونجرب هذه القهوة الجميلة. قهوة اشربها انا من الصبح، اشربها على الريج قبل لا نتريق او نفطر، اشربها انا على الريج، احبها لفوائدها. واثبتت الدراسات في الفترة الاخيرة من فترة اقل من شهر تقريبا، دراسات العالمية، ان القهوة على الريج لها فوائد كثيرة لانها قليلة الكافيين. طبعا شركة DXN صنعت هذه القهوة قليلة الكافيين وحطت معها الفطر الريشي، فطر جانوديرما، هذا اللي يعزز من الطاقة، فضروري جدا نشربه من الصبح، راح يغذينا، راح يعتبر بالنسبة لنا وجبة كاملة، لأننا يحتوي على الفطر الريشي، هذا المكون الذي يحتوي على أكثر من 300 مادة مفيدة، تصل إلى 400 مادة مفيدة. طبعا الرغوة نزلت، نقدر احنا الحين نزيد مرة ثانية الماي، بسم الله، وارفع. أحب أشرب المق كامل أنا الحين، نشربها ونقول بسم الله، ورا هذه ورا ما أشربها إن شاء الله أعطيكم رأيي في القهوة شنو.